أيها الأحبة في الله، خلق الله العباد فقسمهم إلى شقي وسعيد، فجعل السعادة لمن أطاعه واتقاه، وجعل الشقاء لمن عصاه، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أضل من شاء بعدله، وهدى من شاء برحمته وفضله. بالطاعة تفتح أبواب السعادة، فيعيش الإنسان قريبا من الله. هذا القرب الذي يجد به الراحة والهناء الذي طالما يتمناه. ولذلك قرن الله عز وجل، قرن بالطاعة أماكنها فجعلها مواضع السعادة. فالمساجد بيوت الله، لو دخلها المهموم المحروم لأزال الله همه وكشف غمه وآتاه من لدنه فضلا كبيرا. وجعل الله عز وجل السعادة في ذكره، فمن كان من الذاكرين أزال الله عنه ظلمة قلبه، وزال عنه ران فؤاده، فأصبح سعيدا في نفسه، سعيدا في أهله وولده. ولا يزال العبد يأخذ بأسباب السعادة التي تقوم على طاعة الله عز وجل، حتى يكون من خيار عباد الله، فيرتقي إلى أعلى درجات السعادة وأعظمها وأكرمها وأجلها عند الله عز وجل. والطاعة أمران، من حرم أحد هذين الأمرين فقد فتح على نفسه باب الشقاء. أما الأمر الأول فهو في امتثال أوامر الله وواجبات الله وفرائض الله، فقد حملها الإنسان على ظهره أمانة في عنقه، فإن أداها على وجهها فتح الله له أبواب السعادة بقدرها. وجعل الله عز وجل السعادة في البعد عن محارمه واتقاء حدوده وآثامه التي جعلها سبباً في شقاء العبد. فإذا كان الإنسان عفيفاً عن الحرام، بعيداً عن الآثام، فقد قفل عن نفسه باب الشرور والمصائب والمتاعب والشقاء، فيعيش هنياً سعيداً بفعل أوامر الله واجتناب حدود الله ومحارم الله. من تسلح بهذين الأمرين فإن الله عز وجل يقرن له السعادة بحياته. وقال بعض العلماء: من كملت طاعته كملت سعادته، ومن نقصت طاعته نقص من سعادته بقدر ما نقص من طاعته. أيها الأحبة في الله، لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الطاعة، لهذه النعمة العظيمة التي تكون بها السعادة أثرا عظيما يعود على الإنسان بخير دينه ودنياه وأخراه، وذلك إذا التزم بها وكان من أهلها، فإن الله ينعم عليه بحسن الختام. فأهل السعادة الذين التزموا بطاعة الله جل وعلا يكمل الله سعادتهم ويجملها بأمر هو أعظم الأمور وأجلها في هذه الدنيا بعد الإيمان. هذا الأمر مهما كان الإنسان على هداية وصلاح، فإنه لا يزال قلقا مهموما مغموما في شأنه، ألا وهو الخاتمة. فالله جل وعلا إذا أراد أن يتمم على السعيد سعادته وأن يكمل على السعيد سعادته ختم له بخاتمة الحسنى. فأهل السعادة يختم لهم بخاتمة الرضوان والرحمة، هذه الخاتمة التي يقف الإنسان فيها على آخر أعتاب هذه الدنيا قرير العين عن الله بما قام به من طاعته وتقواه وبما التزمه من حدوده جل في علاه. فالله جل وعلا يكمل السعادة على السعيد بحسن الختام، فينتهي إلى دار السلام ويكون من أهل السعادة الذين فازوا في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولقد أشار الله جل وعلا إلى هذه الخاتمة بقوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما ذكر الله هذه الخاتمة إلا بالأمرين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، التزموا بشريعة الله وتمسكوا بحبل الله وساروا على صراط الله حتى نعمت أعينهم عند الختام، فبشروا بالجنة دار السلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الخاتمة هي النهاية، ولو أن إنسانا عاش في هذه الدنيا كأحسن ما يكون عليه العيش، وعاش في هذه الحياة كأطيب ما يكون عليه العيش، فإنه لا يكمل سروره ولا يتم سروره إلا إذا ختم الله له بخاتمة السعادة. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم مع ما هم فيه من الخير ومع ما هم فيه من الطاعة والبر كانوا يحملون هم الختام، فكم من إنسان كان على خير ختم الله له بخاتمة الشقاء، وكم من إنسان كان على شقاء ختم الله له بخاتمة السعداء. والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعدل في حكمه، ولكن نسأله بمنه وكرمه أن يجعل خاتمتنا خاتمة السعداء. الله أكبر. إذا نظر الإنسان آخر النظرات وألقاها على الأبناء والبنات، ونظر إلى الأموال والتجارات، وأصبح خالي اليدين مما هنا وهناك، مسلم الوجه لربه ومسلم القلب لخالقه، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، ففي مثل هذه الساعة تتنزل عليه الرحمات بالبشائر والدرجات، وأنه من أهل الجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الختام، ونسأله بمنه وكرمه ألا يبتلينا بسوء الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، عماد الخير كله في تقوى الله والتمسك بدين الله وشريعة الله، فمن كان من أهل ذلك كان من أهل السعادة، وتأذن الله له بالفضل والزيادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.